السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية في الترم الثاني، وشكل موعدناكم إن شاء الله إن إحنا هنكمل نفس الكلام اللي إحنا بدأنا بيه في الترم الأولاني. هنشرح الجرامر إن شاء الله بتاع الدروس، وفي نفس الوقت هنحل عليه من تمارين الكتب الخارجية شكل ما كنا بنعمل بالظبط في الترم الأولاني. ولأن بعض الناس طلبوا مني إن أنا أحل في بعض الكتب أكتر، يعني إحنا كنا بنحل المرة اللي فاتت في كتاب المعاصر وكتاب جيم، في ناس طلبت إن إحنا هنشتغل من بيت ببيت لأن هم شغالين فيه، وإن شاء الله هنحقق لهم الأمنية دي وهنحل الترم ده إن شاء الله في كتاب بيت ببيت. This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. حبايبي تعالى يلا نبدأ وحدتنا السابعة أو الجرامر اللي موجود في الوحدة السابعة، وده هنلاقيه هنتكلم عن الفيوتشر سيمبل اللي هو زمن المستقبل البسيط، وكمان هيكلمني عن الفيرست كونديشنال اللي هي حاله اف الاولى. هتلاقي الموضوع ان شاء الله بسيط جدا، فخليك معانا وتابع وافهم كويس، مش هطول عليك، يلا بينا. طبعا بيبدأ لنا جرامر الوحدة السابعة بالكلام عن الفيوتشر سيمبل، عن زمن المستقبل البسيط. وانا قلت حبيبي عشان اقول ان انا عارف اي زمن لازم اكون عارف فيه خمس حاجات: التكوين، الاستخدام، النفي، السؤال، وكمان لازم اكون عارف الباسيف فويس يعني المبني للمجهول. تعال نشوف زمن النهاردة هو زمن المستقبل ونشوف اول حاجة فيه هو بيتكون من ايه. طبعا زمن المستقبل البسيط شكل ما عارفين قبل كده وخدناه كتير قبل كده، بيتكون من will plus infinitive يعني will زائد المصدر، طبعا مصدر الفعل يعني الفعل في اصله من غير ما ازود له اي اضافه. وطبعا انا عارف ان will ده modal verb يعني فعل ناقص، واي فعل ناقص بطبيعه الحال بيجي وراه مصدر الفعل بدون اي اضافات. يبقى لما حد يقول لي زمن المستقبل بيكون من ايه، حوله بيكون من will plus الانفينيتيف يعني will زائد المصدر. فلما يجي يقول لي I will play tennis tomorrow يعني انا هلعب تنس بكره، ويجي يقول له الجمله دي في زمن ايه، حوله الجمله دي في زمن المستقبل. اللي عرفك حوله will plus الانفينيتيف will زائد المصدر يعني كلام معناه سوف يعني كلام في المستقبل. طب يا ترى الاختصار بتاعه ليه قال لي apostrophe ll، يعني لو شفت will بشكل مختصر حاليها apostrophe ll، فلما اجي اقول I will بس بشكل مختصر فحول I'll play football tomorrow، I'll play football tomorrow، يبقى اذا الاختصار بتاعه will apostrophe ll. طب يا ترى النفي بتاعه will ايه، يعني لما اجي اقول انا مش هعمل حاجه في المستقبل قال لي النفي بتاعها will not، الاختصار بتاعه want تاني will not والاختصار بتاعه won't، يعني لو انا هقول مش هلعب كوره بكره فبالتالي هقول I will not play football tomorrow او I won't play football tomorrow. يبقى سواء قلت will not او won't هي نفس الكلام ولكن بشكل مختصر. يبقى اذا زمن المستقبل بكل بساطه بيكون من will زائد المصدر، النفي بتاعه won't plus الانفينيتيف يعني won't زائد المصدر. طب يا ترى بقى امتى انا بستخدم زمن المستقبل ده؟ قال لي انا بستخدم زمن المستقبل ده لما اكون بتكلم عن احداث لسه هتحصل في المستقبل مش موجوده دلوقتي. اللي هيعرفني ان الاحداث دي هتحصل في المستقبل قال لي اكيد هلاقي keywords يعني كلمات بتقول لي ان الفعل ده لسه هيحصل في المستقبل، like tomorrow يعني غدا، next يعني القادم، when I say next week يعني الاسبوع القادم، next month الشهر القادم، next year السنه القادمه، او in the future، in the future معناها في المستقبل، او soon، وsoon معناها قريبا. وطبعا ممكن الاقي كلمات، الكلمات دي لما بشوفها بعرف ان ده احتمال في المستقبل او تنبؤ في المستقبل او توقع في المستقبل او اعتقاد شخصي بان شيء هيحصل في المستقبل. شكل لما اشوف كلمة perhaps معناها ربما، ولما اشوف كلمة maybe اللي معناها ربما، ولما اشوف كلمة probab برضو معناها ربما، او ان انا اقول I think انا اعتقد، او expect انا اتوقع، او I predict يعني انا اتنبأ. طبعا لما اشوف كلمات من النوعيه دي ده دايما بقول عليه توقعات في المستقبل او تنبؤات او احتمالات حدوث شيء في المستقبل، فدايما بجيب will plus الانفينيتيف يعني will زائد المصدر. فمثلا لما يجي يقول لي he go or goes or went or will go to the museum tomorrow يعني هو هيروح المتحف بكره، ويبدا يقول لي اختار. طبعا هنا هبص هلاقي كلمه tomorrow، tomorrow دي من علامات المستقبل، فبالتالي بكل سهوله هاخد will plus الانفينيتيف يعني will زائد المصدر. يبقى اذا لو شفت اي keyword اي علامه من علامات المستقبل على طول بجيب will زائد المصدر. مثلا انا عندي الاهلي هيلعب بكره مثلا، وانا عايز اتنبأ بالنتيجه واتنبأ ان الاهلي هيكسب بكره، فاقول I predict يعني انا اتنبأ that الاهلي will win the match يعني انا بتنبأ ان الاهلي هيكسب المباراه. يبقى اذا لما اشوف كلمات شكل predict expect think or maybe or perhaps كل ده برضو بجيب will زائد المصدر. طب يا ترى بيجي لي ازاي في السؤال؟ احنا قلنا يا حبايبي السؤال عندي نوعين اتنين، عندنا
yes and no question، يعني سؤال بيبدأ بفعل مساعد ويكون إجابته بـ yes or no، وسؤال طبعا بيبدأ بـ question word يعني أداة استفهام، وأداة الاستفهام أكيد بيجي وراها helping verb يعني فعل مساعد. في المستقبل دايما يا حبايبي إذا السؤال بدأ بفعل مساعد هيبدأ بـ will، أما إذا بدأ بأداة استفهام فبرضه اللي هيجي وراه هي كلمة will اللي معناها سوف. فمثلا لما اجيب لك سؤال بسيط شكل ده واقول لك will Rana travel to أسوان، يعني هل رنا هتسافر لأسوان؟ طبعا هنا الإجابة بسيطة خالص، يا إما أقول yes she will يا إما أقول no she won't. ليه؟ لأن will لما تيجي في أول السؤال بيكون معناها هل، يبقى إذن will لما تيجي في أول السؤال بعرف إن الكلام في المستقبل ودي معناها هل، وأجاوب عليها ب yes or no. طبعا السؤال يبدأ بأداة الاستفهام نفس الكلام، يعني لما أجي أقول لك when will you travel to أسوان، يعني إمتى أنت هتسافر لأسوان؟ طبعا هنا السؤال لما أقول لك في زمن إيه هتقول لي في زمن المستقبل، ليه يا مستر؟ هتقول لي لأن في will. طيب لما اجي اجاوب هتقول لي I'll travel to Aswan tomorrow، انا هسافر لاسوان بكره، or I will travel to Aswan next week، انا هسافر لاسوان الاسبوع اللي جاي. فاذا لما اشوف will سواء في اول السؤال او بعد اداة الاستفهام بعرف ان السؤال ده في زمن المستقبل. طب يا ترى بقى هو بيدينا will او زمن المستقبل ليه؟ طبعا عشان يدخل لي على القاعدة بتاعتي في الوحدة دي وهي ال first conditional. first conditional اللي هي حالة if الاولى. طبعا اف دي يا حبايبي معناها اذا او لو، ودي شكل ما احنا عارفين كده في العربي اسمها اداه شرط، بمعنى ان دايما مرتبط بيها فعلين، اللي بيجي وراها بسميه فعل الشرط واللي بيجي الجمله الثانيه بسميها جواب الشرط، يعني فعلين اتنين مرتبطين ببعض، عشان واحد يحصل التاني كمان يحصل او ما يحصلش، او عشان فعل ما يحصلش التاني مرتبط بيه يحصل او ما يحصلش، يبقى اف بسميها اداه شرط، اللي بعدها بيبقى فعل الشرط والجمله الثانيه بتبقى جواب الشرط. قال لي اف ليها حالات متعددة، يعني انا عندي الزيرو كونديشنال يعني حالة اف صفرية، وعندي الفيرست كونديشنال، وعندي السكند كونديشنال، وعندي الثيرد كونديشنال، كلها حالات. طبعا اللي موجود علينا في الوحدة دي هي الفيرست كونديشنال، يعني حالة اف الاولى. طبعا مهم جدا في حالات اف ان انا اعرف تركيبة الحالة نفسها. لو جينا بصينا على الفيرست كونديشنال اللي هي علينا في الوحدة دي اللي هي حالة اف الاولى، حالتها بتتكون كالتالي: اف present simple and future، يعني if وفعل الشرط اللي وراها مضارع بسيط وجواب الشرط بتاعها بيبقى مستقبل، يعني will plus الانفينيتيف اللي هو جايبهولي اصلا عشان يخش على القاعده دي. طب قال لي الحاله دي بتعبر لي على ايه؟ قال لي بتعبر لي عن شيء محتمل حدوثه في المستقبل، بتكلم عن احتمالات في المستقبل. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي if you study hard you will succeed، يعني لو انت ذاكرت كويس هتنجح. طبعا هنا you study hard ده بسميه فعل الشرط، شرط انك تنجح انك تذاكر بجد، فبقول if you study hard يعني لو انت ذاكرت بجد you will succeed يعني هتنجح. another example when I say if she runs fast يعني لو هي جري بسرعة she will catch the bus يعني هي هتلحق الاتوبيس. لو بصينا هلاقي ان if جاي بعدها present simple مضارع بسيط، قال لي if she runs، طيب والجملة التانية قال لي she will catch يعني will زائد المصدر او مستقبل، يبقى دي التركيبة بتاعت حالة if الاولى او first conditional، مضارع بسيط will زائد المصدر او مضارع بسيط مستقبل، ودي شكل ما قلنا بتعبر لي عن احتمالات حدوث شيء في المستقبل. يبقى مهم جدا ان انا لازم احفظ التركيبة نفسها بتاعت الحالة. ليه؟ لانها هتجي لي في الاختيارات بشكل من الاثنين، يا اما هيجيب لي الاختياري في فعل الشرط يا اما هيجيب لي في جواب الشرط. يعني مثال بسيط لما يجي يقول لي if I not جايب لي السبيس اهو ويقول لي to the shops I will spend a lot of money، بيقول لي لو انا رحت المحلات هصرف فلوس كتير. هنا الاختياري موجود في فعل الشرط يعني الفعل اللي جاي بعد if مباشره. طيب وجايب لي الاختيارات كالتالي: go goes will go and went. طبعا هبص على الاختيارات هنا لازم اكون حافظ بقى الحاله. ليه لازم اكون حافظ الحاله؟ لان لو مش عارف ان اف بيجي وراها مضارع بسيط هبدا الخبط الدنيا. طيب هنا قلنا فعل الشرط حبايبي في حاله اف الاولى مضارع بسيط، طب وايه اللي عرفني اصلا انها الفيرست كونديشنال؟ هبص هناك هلاقي ويل، فبالتالي لازم اختار مضارع بسيط. طب ايه اللي موجود تحت مضارع بسيط؟ قال لي هلاقي جو اند جوز، يعني هلاقي جو وجوز. طب اخد يا ترى جو ولا جوز؟ هتقول لي لا هروح لايه؟ ها للفاعل، الفاعل بتاعي مين؟ قال لي اي. طب طالما الفاعل بتاعي اي يبقى هاخد جو اور جوز؟ قال لي لا اي وي وذاي ويو الاسم الجمع بيجي معاهم مصدر، فلازم اقول اف اي جو
يبقى if I go to the shops I will spend a lot of money يعني هنفق او هصرف فلوس كتير. يبقى هنا لازم اركز ان فعل الشرط يا حبايبي بيكون مضارع بسيط، والمضارع البسيط ليه شكلين اتنين مش شكل واحد، يا مصدر يا اما فعل في اس او اي اس. وقلت لو لقيتهم الاتنين في الاختيارات يبقى لازم ارجع للفاعل، لو لقيت اي او وي او ذي او يو او اسم جمع بجيب معاهم مصدر، لو لقيت هي او شي او ات او اي اسم مفرد بجيب معاه فعل في اس او اي اس. الحالة الثانية انه هيجيب لي الاختيارات في جواب الشرط، واحنا قلنا جواب الشرط جملة جواب الشرط يا حبايبي لازم يكون مستقبل، تاني جملة جواب الشرط لازم تكون مستقبل، ما ينفعش يعني مثال بسيط، لما يجي يقول لي if she has a lot of money يعني لو هي معاها فلوس كتير، ويقول لي she space a car، ويقول لي يا ترى buy or buys or will buy or bought، ويديني الاختيارات بالمنظر ده. طبعا لما هبص على الجملة الأولى اللي هو فعل الشرط يعني هلاقي has، احنا اتفقنا إن has و have لما تيجي لوحدها الكلام ده present simple يعني مضارع بسيط. طيب يبقى إذا الجملة الثانية جواب الشرط هتكون مستقبل، المستقبل هنا شكل ما احنا عارفين بمين، ها will أو، فبالتالي الاختيار بتاعي لازم يكون she will buy، تاني she will buy a car يعني هي هتشتري سيارة، يبقى إذا مضارع بسيط will plus الانفينيتيف. طب يا مستر اف لازم تيجي في الاول؟ قال لي لا طبعا عادي جدا انها تيجي فين؟ في نص الكلام، بس كده كده فعل الشرط present simple مضارع بسيط. ساعات بيجيب لي اختيار مهم جدا وكل الطلبة بتغلط فيه، ازاي؟ يقول لي مثلا المثال ده هدى will buy shoes if she to the shops tomorrow. بيقول لي ان هدى هتشتري ايه؟ ها؟ هتشتري حذاء لو هي راحت المحلات بكرة. طبعا هنا الخدعة فين؟ الخدعة في كلمة tomorrow، tomorrow طبعا معناها غدا، فكل الناس اول ما هتشوف tomorrow على طول هيجيب لي مستقبل، يعني هيجيب لي will زائد المصدر، وهينسى خالص ان فعل الشرط يا حبايبي لازم يكون present simple حتى لو فيه كلمة tomorrow. فهنا لما يجي يقول لي هدى will buy new shoes if she ate to the shops tomorrow ومديني تحت go and goes and went and will buy، هقول له ايه؟ هتقول لي goes يعني ما اقولش يا مستر will go ده في tomorrow، هقول لك لا انا مرتبط هنا ب if اللي بيجي وراها فعل شرط present simple يعني مضارع بسيط، فبالتالي هقول if she goes، تاني if she goes، يبقى لاحظ if هنا جت في النص واللي جه بعدها برضو present simple. طب ايه اللي اتحرك؟ قال لي جملة جواب الشرط اللي هي will، قال لي ممكن تيجي في الاخر خالص او انها تيجي قبل if. طب يا مستر هي ممكن تيجي لنا في صيغة سؤال؟ قال لي ايوه وبتيجي كمان في الاختيارات، يعني يجي يقول لي what space you do if you have a lot of money، هتعمل ايه لو معاك فلوس كتير. طبعا هنا يقول لي تحت بقى في الاختيارات do or does or will or did، يجيب لي الاختيارات على الافعال المساعده بالمنظر ده. طبعا جمله جواب الشرط هنا جايه على شكل question يعني على شكل سؤال. طيب جواب الشرط بيبقى ايه؟ خلاص احنا عارفين ان هو بيبقى مستقبل، فبالتالي لازم اجيب will plus الانفينيتيف، يعني هنا لازم اقول what will you do، تاني what will you do if you have a lot of money يعني هتعمل ايه لو معاك فلوس كتير. حاجه مهمه جدا بقى هو ان if هنا بتساوي when، او when ليها نفس القاعده يعني present simple future simple يعني مضارع بسيط وكمان مستقبل. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي when I'm older يعني لما اكبر في السن، ويجي يقول لي في الاختيارات I do or did or will do or doing all the shopping online يعني هعمل كل التسوق بتاعي عبر الانترنت. هبص برضو على when هنا هلاقي جاي وراها present simple مضارع بسيط، فهقول له هي بالظبط نفس قاعدة if، يعني when هيجي وراها present simple مضارع بسيط والجملة التانية هتبقى مستقبل، فإذا هقول I will do، تاني هقول I will do all the shopping online يعني هأدي كل التسوق عن طريق الانترنت. يبقى مهم جدا لازم ألاحظ إن when شكل if، present simple مضارع بسيط والجملة التانية future يعني مستقبل. طبعا هنا حبايبي بقى في التكملة بتاعة الجرامر بتاع الوحدة دي بيكلمني عن ان ازاي ممكن جملة جواب الشرط ما تجيش بول، امال يا مستر هتيجي بايه؟ قال لي ممكن جواب الشرط ده يعبر لي عن advice يعني نصيحة، ممكن يعبر لي عن necessity عن الزام وضرورة، ممكن يعبر لي عن instructions يعني تعليمات،
بمعنى ان جواب الشرط هنا ممكن يتغير، يعني ممكن ما يجيليش will plus الانفينيتيف. تعال نشوف ازاي ممكن جواب الشرط يجيلي نصيحة. يعني يقول لي مثلا if you feel ill، يعني لو انت شعرت بتعب، فقول له you should see a doctor. لو انت شعرت بتعب يجب ان انت تشوف الدكتور او تروح للدكتور. يبقى هنا جملة جواب الشرط بتعبر لي عن نصيحة، فبالتالي بدل ما اجيب will جبت should. وبرضو نفس الفكرة ممكن when تحل محل if، يعني لما اقول when it's cold، يعني لما الجو يبقى برد you shouldn't go swimming، يعني لما يبقى جو برد ما تروحش تعوم. يبقى بالتالي برضو هنا انا بدي نصيحة تاني، when it's cold you shouldn't go swimming. يبقى اذا تاني جواب الشرط ممكن يعبر لي عن نصيحة، وبالتالي هستخدم مكان will should or shouldn't. كمان ممكن اعبر بيه عن instructions، يعني ممكن يكون جواب الشرط عبارة عن اعطاء تعليمات. يعني لما اقولك when you see علي or if you see علي، يعني لما تشوف علي او اذا رأيت علي give him this book. give him this book يعني اديله الكتاب ده. يبقى ده طلب، يعني ممكن اقول give him this book please، اديله الكتاب ده من فضلك، او give him this book. يبقى بالتالي هنا انا جبت فعل امر في الاول اللي هو give، خلاص. فبالتالي عادي جدا ممكن تبقى instructions تعليمات، خلاص. يعني ممكن يبدأ بفعل عادي في المصدر طالما ما فيش فاعل. قال لك لا، ومش بس كده كمان، ده ممكن تعبر لي عن الزام وتحريم، وفي الحالة دي ممكن اجيب عادي جدا كلمة must or mustn't مكان will. يعني مثال لما اقول if you are or when you are in the exam room، يعني لما اكون في لجنة الامتحان you must follow the rules، يعني يجب ان انت تتبع القواعد. قال لي عادي جدا، انا بتكلم هنا عن قواعد، فبالتالي جبت must مكان will. وممكن كمان تعبر لي عن تحريم، يعني لو انا بقول الواحد if you are in a hospital، يعني لو انت موجود في المستشفى، or when you are in a hospital you mustn't smoke. you mustn't smoke يعني لا يجب ان تدخني. يبقى هي الفكرة هنا ان عادي جدا احبابي، او تكملة الدرس بقول لي ان ممكن يجي مكان will في جواب الشرط should or shouldn't اذا كنت بعبر عن نصيحة، ممكن يجي فعل امر اذا كنت بدي instructions، او ممكن يجي طبعا must or mustn't لو كنت بعبر عن الزام او تحريم. وطبعا ده كل اللي بيدور حواليه موضوع الجرامر بتاع الوحدة الاولى، بيكلم لي عن الفيوتشر عن المستقبل، وبيكلم لي عن الفيرست كونديشنال حالة اف الاولى اللي بتبقى مضارع بسيط والزائد المصدر، وبيعرفني ازاي وين ممكن تيجي مكان اف، وبيعرفني كمان ان ممكن يحل محل will، يعني المستقبل should or shouldn't في النصيحة، او must او mustn't في الالزام والتحريم. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell. واوعى تنسى راجع الحلقة مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده ابدأ حل الامتحانات بتاعة الكتاب اللي موجود معك. شكل ما قلنا هنحل من كتاب المعاصر، وكمان هنحل من كتاب بيت، وكمان هنحل من كتاب جيم. حل التمارين كويس، وبعدين راجع معانا ان شاء الله في الحلقة الجاية، وشوف يا ترى اللي انت حليته صح ولا غلط، ولو صح صح ليه، ولو غلط غلط ليه، واعرف الصح وعلم عليه. ولو عجبتك الحلقة شير لكل زمايلك اللي في تاني اعدادي عشان الكل يستفيد ان شاء الله. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. جود باي، سلام عليكم.